النجم المدافع سعد سمير اللي ابتدى يعمل تدريبات تأهيلية أكثر لتجهيزه في المرحلة المقبلة. أيضا النهاردة أحمد فتحي واحد من أهم نجوم النادي الأهلي دخل مرة تانية في التدريبات الفريق. نجيب هو كمان أصبح جاهز بنسبة كبيرة لمباراة سموحة، والنادي الأهلي وكابتن حسام البدري ابتدى ياخد ترتيباته للقاء سموحة. أحمد، طيب احنا معانا الزميل الصحفي الناقد الرياضي اسلام اسامه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن، اخبارك ايه؟ الحمد لله. عايز اعرف منك رايك عن اخر استعدادات نادي الاهلي للقاء سموحه في نصف نهائي كاس مصر. هو النهارده التمرين كان بدا الساعه 6 وربع او 6 وثلث كده، كان بدا متاخر حوالي تلت ساعه عشان كان كابتن حسام كان عامل محاضره بالفيديو للعيبه، كان بيشرح فيها عن قوة سموحة ونقط الضعف اللي بتخلي الفريق. النهاردة شهد التمرين عودة أحمد فتحي بعد غيابه في تمرينتين امبارح وأول امبارح بعد ما خد إذن من كابتن حسام البدري إن هو كده مش مشارك، فأخد راحة سلبية. كان التمرين النهاردة شهد حاجة كويسة إن جاهزية محمد نجيب وباسم علي بعد ما هو تخلص من الاصابه في العضله الخلفيه، وباسم علي كان عنده الضمه. كان في برضك حاجه ماساويه شويه او كان حاجه بتسبب الزعر اللعيبه بعد ما سكوت احمد عادل النهارده بعد ما دخل فيه عمرو جمال بركبته في راسه سببت له اغماء وان هو ما كملش التمرين وخرج، بس الحمد لله ان هو فاق سريعا بعد ما اتنقل للعياده الداخليه، والدكتور قال ان هو ما فيهوش حاجه وان هو جاهز ان هو يشارك في التمرين بكره ان شاء الله وان هو جاهز للمباراه. التمرين النهارده كان ماشي بشكل مستقر، هو بس الحاجه الوحيده اللي وقف الساعه عليها التمرين هو وقوع احمد عادل. طيب زميلي اسلام، من رؤيتك للتمرين كنت هل شايف ان النادي الاهلي مركز بعد الخروج يعني بعد البطوله العربيه مركز جدا في بطوله كاس مصر؟ بالظبط، انت سامعني؟ استنى حضرتك. فبقول لك هل شايف اللعيبه فيها تركيز اكتر لان دي بطوله رسميه سيمي فاينل الكاس، كنت شايف ان في تركيز اكتر واصرار؟ هل كان في كلام ما بين كابتن حسام البدري واللعيبه كمحاضره قبل التمرين؟ هو في البدايه كان قبل التمرين النهارده عشان اتاخر تلت ساعه كان هو سبب تاخير ان كان في محاضره ما بين كابتن حسام واللعيبه النهارده، كان بوضح لهم ان البطوله دي كانت مهمه، يعني مهمه للجمهور ان هم يحسموها وان هم يتاهلوا للنهائي ويحسموها كتعويض للبطوله العربيه، رغم ان كانت البطوله العربيه مش بطوله رسميه ولا حاجه، بس كانت وصل فيها ان جمهور الاهلي كان حابب ان هو يحسمها بعد وصول نصف النهائي. تمرين النهارده كان باين على اللعيبه ان هم باين عليهم الجديه بعد كان في تدخلات عنيفه وكان تدخلات باينه، يعني انت بتقول لي عمرو جمال داخل جامد في الحارس احمد عادل ده بيبين لك الجديه. بسبب الاغماء وكان في برضه كمدخل يعني دخله كده جامده ما بين صالح جمعه ووليد سليمان برضه، وكان بس الحمد لله عدت على خير يعني ما حصلتش اصابه، وكان في برضه رامي ربيعه كان ما بينه وما بين ازارو. فكان باين جديه على اللعيبه في التمرين النهارده ان هم جاهزين وبيبينوا ان هم الماتش سموحه لا هو مش ماتش عادي، لا ده ماتش احنا جاهزين له واحنا عايزين نحسم وعايزين نتاهل للنهائي، فكان باين جديه على الفريق النهارده. طيب محمد نجيب كان اداؤه عامل ازاي في التمرين؟ هل كنت حاسس ان هو جاهز بشكل كبير ولا لسه مثلا بيزك؟ لا هو كلمه يزوك دي كابتن حسام بدري بيرفضها، يعني ان هو يرفض ان يشارك لعيب وهو يعني شبه مصاب صعب. كان نجيب شارك قبل كده وهو مصاب، النهارده كان واضح على نجيب ان هو جاهز وان هو كان بيشارك بقوه، وباسم علي من ضمن اللعيبه اللي شاركت بقوه النهارده، وباين عليهم ان هم الجاهزيه، يعني هم واضح ان هم رسميا ان هم هتشوفهم في ماتش سموحه، مش احتمال واحتمال لا، باين عليهم ان هم جاهزين. طيب واحمد فتحي كان وضعه ايه النهارده في التمرين؟ احمد فتحي لعب النهارده التمرين كامل اللي هو 30 دقيقه بدني، وبعد كده فقره السلام والتسلم، بعد كده التقسيمه كان شارك بشكل منتظم وما بانش عليه ان هو في اصابه او حاجه او حزن، ما اعتقد ان كان في جلسه ما بينه وما بين كابتن حسام
خرجته عن سبب الخروج يعني من البطولة العربية، وواضح ان هو خلاص يعني صفحة البطولة العربية دي انطوت خلاص وبدأ التركيز في الكاس. زميلنا العزيز الناقد الرياضي اسلام اسامه، اشكرك شكرا جزيلا، تغطيه جميله لمران النادي الاهلي اليوم. قبل ما اطلع لفاصل كنت بتكلم انا على ضربات الجزاء، والنادي الاهلي عفوا الارسنال فاز على تشيلسي بضربات الجزاء، ومحمد النني بيحرز ثاني بطولاته مع الفريق بعد ما فازوا على فريق تشيلسي ب 4-1 في ضربات الجزاء الترجيحيه. بصراحة بطولة مهمة جدا لأنني بنقول له ألف مبروك على تاني بطولاته، شارك أساسي وكان عامل ماتش مهم جدا وعامل ماتش جميل وكان بيأدي أداء رائع، ودي حاجة تفرحنا وتشرفنا إن لعيب من لعيبة مصر بيؤدي هذا الأداء، نقول له مبروك مرة تانية لأنني. كان تقدم الأول نيجيري موزس في الدقيقة 47 قبل أن يتعادل اللاعب سياد كوسيلناك في الدقيقة 81 للأرسنال عشان يتجه إلى ضربات الترجيحية. كاس السوبر في انجلترا بيقول عليها الدرع الخيريه عشان كل المقابل المادي بيذهب للاعمال الخيريه، ودي من الحاجات المهمه جدا اللي بتتعمل في الخارج، دايما بيفكروا في الجانب المجتمعي، كره القدم ليس فقط لامتاع الجمهور ولكن بيبقى ليها دور في الدور الاجتماعي. اطلع فاصل وبعد الفاصل استقبل ضيفي الكبير السيد اللواء سفير نور، بعد الفاصل ما تروحوش بعيد، نادي الاهلي حديث.